يا اهلا وسهلا، حياكم الله في تجربه السياره الجديده. اليوم ماني مشتهي اروح المطعم صراحه، شو الاجواء زينه ومشتهي فطاير، فبنروح محل مخبوزات. ولكن الصوره اللي شفتها تقول انه ما هو طبيعي وطريقته مره جديده. خلونا نشوف وينه، هو المفروض انه قريب فشوي بنروح له ان شاء الله. اسمه زوم الظاهر، بسم الله. اهلا وسهلا، المحل او المخبز او ما ادري وش اسميه بالضبط، ما اقدر اقول الا ما شاء الله تبارك الرحمن. انا رايح باخذ شغله ولا شغلتين واصور لكم الباقي، لعلي رحت وقشيت. تدخل المكان نفسه شرح يفتح النفس، وتشوف طبعا على يمينك اول ما تدخل الاغراض الموجوده عندهم، في شيء للفطور، في اشياء ما ادري ايش زبده. تقعد تتمشى يسحبك لين توصل الرف حق المخبوزات. طبعا في البدايه في مخبوزات بس قدام، يعني في مخبوزات زياده. تشوف على يمين الخبز العربي، تشوف الفرن نفسه موجود ويسوون الخبز قدامك. طريقه الاعلانات الموجوده جوا المحل نفسها تفتح النفس. فرن البيتزا يسوون لك بيتزا وفطاير وحركات. طلبت لي بيتزا، شفت عرفوف عندهم عسل، طلبت اخذت لي شمع عسل كذا على الطاهر. وانا قاعد اتمشى اشوف كوكيز، وقفت نفسي شوي في اله بينت بتر او زبدة فول سوداني، زبدة فستق، زبدة لوز، اللي تبي تنطحن قدامك. اخذت لي واحدة فستق واحدة زبدة فول سوداني. رجعت اشوف البيتزا حقتي، ناظرت المخبوزات، اخذت شيء بريوش مدري ايش، قلت خل اشيله جربه. رحت اخر شيء لقيت عصيرات سموذي، قلت خل اخذ لي واحد، لو وقعت زيادة كم صرفت لي معك. عشان كذا خلوني اوريكم الاشياء اللي طلعت فيها. هذه كني متقاعد رايح اتمشى، هذا اللي حاصل بالضبط. هذا اول شيء معنا اللي هو البيتزا حقتهم، بتشوفون هذه. يا سلام، كان عليها عرض 2.40 الظاهر شيء زي كذا. انها بين مين ومين، مطاعم البيتزا ومحلات الفطاير اللي تسوي بيتزا، عرفتوها؟ جايه بالنص، مو بارتب بيتزا بحياتك، ولكنها مرتبه جدا لانها مو باختصاصهم انها بيتزا يعني. بس حلوه مره البيتزا هذه. ب21 خلينا نشوف ايش اللي بعد. والله اني ما عاد ادري وش شريت. هذا كرسون شوكولاته ب4.5، من الاشياء اللي اخذتها وما قلتها عن ما قلت لكم عنها. طبعا شوف التغليف، داري الشمس صاقعه في وجهي يا جماعه، تغليفهم محترم، اشياء جميله. هذه واحده من المخبوزات اللي عندهم، الكرسون بالشوكولاته. جميل ومرتب. سموذي 13 ريال توني استوعب، لانه انا ما بعد للحين تجيني رساله وما شيكها الفاتوره. انا احس اني بنصدم لاني قشيت اشياء المفروض اني ما اقشها. احس انه الله، سموذي مانجا. انا رجعيهم بشاهي. عندهم كافي شوب في النص، كنت باخذ ونسيت من كثر الاشياء الموجوده. يبيعون بن، خطوة جمل، هذه زبدة الفستق، أخذتها للبيت صراحة يعني مو عشان التصوير. طحنوها قدامي مباشرة، الربع كيلو ذا والله غويلي ب64. وهذا زبدة فول السوداني، هذا قرص العسل عجبني وأخذته برضو وباخذه في البيت. أقول لكم شايب متقاعد راح يتمشى وشرى كلش. هذا الشوكلت موس، خلونا نذوقه. طبعا الشمس صقعتني بشكل غريب، يعني لا تشرحون المغزى في التجربة. اوف 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 اوف، هذا ب11.5، محل روعة والله فناني. هذا البريوش هذا بكم؟ ب11. الله، اخذ لي قطيعة صغيرة. اوف، كذا جربنا كل شيء انا شريته، باقي عندهم اشياء واجد هم. انا اتكلم عن كل شيء انا شريته، تمنيت لو انه موجود داخل حرسنا. والله يا هو محل جبار، عرفت المحل اللي خلاص تسمون عليه؟ اصلا هم برا كاتبين اهلا يا الجار، فهو للناس القريبه اللي عندهم مره. فتروح له تاخذ الاشياء على الطاير بشكل مرتب، يفتح النفس. مو بحسدكم، اغبطكم اللي ساكنين حوله. رجعت البيتزا ليش ما ادري. زبده محل
مره فنان في عنده اشياء كثير. هذه تجربتنا البسيطه له. رسالة الفاتوره كل شوي فخلت اتاكد كم دفعنا. اللي شفتوه هذا كله 220 ريال، وما كان الهدف اني كنت بدفع هالمبلغ وانا رايح. تستاهلون والله، سحبوني. السلام عليكم.